بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة ضمن شروحات الرياضيات للصف الثاني عشر علمي نقدم لكم اليوم الجزء الثاني من درس تطبيقات التكامل غير المحدود الأهداف بعد عرض هذا الدرس يتوقع أن تكون قادرا على أولا توظيف التكامل غير المحدود في تطبيقات فيزيائية ثانيا حل أسئلة متنوعة على التطبيقات الفيزيائية عزيزي الطالب تأمل المخطط الاتي ولاحظ العلاقه بين البعد فاء النون والسرعه عين النون والتسارع تاء النون في التفاضل والتكامل. نلاحظ عزيزي الطالب فاء النون اذا تم الاشتقاق لها تصبح عين النون وبالاشتقاق تصبح تاء النون. الان العمليه العكسيه تكامل التسارع يصبح عين السرعه وتكامل السرعه تعود الى فاء النون. لتوضيح ذلك نقوم بالمثال الآتي. مثال واحد: بدأ جسم التحرك في خط مستقيم من نقطة الأصل ومبتعدًا عنها، فإذا كانت سرعته في أي لحظة تعطى بالعلاقة عين النون يساوي ثلاثة نون تربيع زائد اثنين نون، فما بعد الجسم عن نقطة الأصل بعد ثانيتين من بدء الحركة؟ المقصود في السؤال عزيزي الطالب إيجاد علاقة فاء النون، ومن ثم تعويض بدل نون اثنين. نعلم أنه من عين النون إلى فاء النون نقوم بإجراء التكامل مرة واحدة، فتكون فاء النون تساوي تكامل عين النون، وهو ثلاثة نون تربيع زائد اثنين نون، ويساوي دال نون، ويساوي ثلاثة نون تكعيب على ثلاثة، زائد اثنين نون تربيع على اثنين، زائد ج، وتساوي نون تكعيب، زائد نون تربيع. زائد ج بالاختصار الان لايجاد قيمه ج نعوض النقطه بما ان الجسم بدا الحركه من نقطه الاصل اي ان عند تعويض ن صفر تكون المسافه صفر اي ان ف صفر تساوي صفر وبذلك بالتعويض صفر تكعيب زائد صفر تربيع زائد جيم تساوي صفر ومنها ج تساوي صفر، أي أن فان ن يساوي ن تكعيب زائد ن تربيع زائد ج وهو صفر. الآن لإيجاد بعد الجسم بعد ثانيتين من بدء الحركة، نقوم بتعويض فال اثنين يساوي اثنين تكعيب زائد اثنين تربيع ويساوي ثمانية. زائد 4 ويساوي 12 وحده، وبذلك تكون بعد الجسم بعد ثانيتين بدء الحركه تساوي 12 وحده. ننتقل الآن إلى مثال رقم اثنين الذي يقول: قذف جسم رأسيا لأعلى من قمة برج ارتفاعه 50 متر وكانت سرعته تحت بالعلاقة عين النون يساوي 15 ناقص 10 ن. أجد 1- أقصى ارتفاع يصل له الجسم عن سطح الأرض. 2- الزمن اللازم لوصول الجسم للأرض. للحل، بما أننا نريد أقصى ارتفاع، أي نريد علاقة فاء النون. لإيجاد العلاقة فاء النون، نجري التكامل على عين النون. فاء النون تساوي تكامل 15 ناقص 10 نون. د ن وتساوي تكامل 15 15 ن ناقص تكامل 10 ن 10 ن تربيع على 2 زائد ثابت التكامل ج ويساوي باختصار 15 ن ناقص 5 ن تربيع زائد ج الان بتعويض ارتفاع البرج يساوي 50 متر اي ان فاس صفر تساوي 5 الان بتعويض الصفر 15 ضرب صفر صفر ناقص 5 في صفر تربيع صفر زائد ج يساوي 50 ومنها ج تساوي 50 اي ان فاء النون تساوي 15 نون ناقص 5 نون تربيع زائد ج وهي 50 وبذلك تكون فاء النون يساوي 15 نون ناقص 5 نون تربيع زائد 50 هي العلاقة التي تربط ارتفاع الجسم عن سطح الأرض علاقة ارتفاع الجسم عن سطح الأرض الآن لإيجاد أقصى ارتفاع عن سطح الأرض نقوم بتعويض عين تساوي صفر وذلك من خلال معلوماتنا بالتفاضل عين تساوي صفر يتضمن السرعة تساوي صفر، خمستاش ناقص عشرة ن تساوي صفر، ومنها خمستاش يساوي عشرة ن، وهذا يعني أن ن تساوي خمستاش على عشرة، أي واحد ونص ثانية. الآن لإيجاد أقصى ارتفاع عن سطح الأرض، نقوم بتعويض الزمن واحد ونص ثانية بالعلاقة فا ن فتصبح فا الواحد ونص تساوي خمستاش ضرب واحد ونص. ناقص خمسة ضرب واحد ونص تربيع زائد خمسين وتساوي بعد التعويض والتبسيط واحد وستين فاصلة خمسة وعشرين متر أي أن أقصى ارتفاع يصله الجسم عن سطح الأرض يساوي واحد وستين فاصلة خمسة وعشرين في المية متر اثنين لإيجاد الزمن اللازم لوصول الجسم الأرض بما أن العلاقة تبين ارتفاع الجسم عن سطح الأرض إذا عند وصول الجسم الأرض تكون ف تساوي صفر أي أن 15 ن ناقص 5 ن تربيع زائد 50 تساوي صفر الآن بالقسمة على سالب 5 وترتيب المعادلة تصبح ن تربيع ناقص 3 ن ناقص 10 تساوي صفر وبالتحليل العوامل تصبح ن ناقص 5 ن زائد 2 تساوي صفر وهذا يعني أن نون إما تساوي خمسة أو نون تساوي سالب اثنين وطبعا السالب الزمن السالب مرفوض إذا الزمن اللازم لوصول لجسم الأرض هو خمس ثواني ننتقل الآن إلى مثال آخر الذي يقول إذا كانت سرعة الجسم في اللحظة نون تعطى بالعلاقة عين النون يساوي جتا نون وكان الجسم على بعد أربعة متر عند بدء الحركة أجد بعد الجسم عندما نون تساوي باي على 2 للحل للانتقال من السرعة إلى المسافة نقوم بالتكامل فا تساوي تكامل عين وهي جتا نون دال نون ونعلم أن تكامل جتا نون من خلال القواعد هو جيب نون زائد جيم الآن نحتاج المعلومة لإيجاد قيمة جيم نلاحظ في السؤال أن جسم كان على بعد أربعة متر عند بدء الحركة أي أن فاء الصفر تساوي أربعة والآن بالتعويض تصبح جيب الصفر زائد جيم يساوي أربعة ومنها جيب الصفر هو صفر زائد جيم يساوي أربعة إذا جيم تساوي أربعة أي أن فاء النون يساوي جيب نون زائد 4 الآن لإيجاد بعد الجسم عندما نون تساوي باي على 2 نقوم بتعويض مكان نون باي على 2 فالباي على 2 جيب الباي على 2 زائد 4 ونعلم أن جيب الباي على 2 أو 90 درجة يساوي 1 زائد 4 وتساوي 5 متر أي أن بعد الجسم عندما يكون الزمن باي على 2 يساوي 5 متر وفي نهاية هذا الموقف التعليمي لا بد عزيز الطالب أن تقوم بالمهام التعليمية الآتية السؤال الأول ألقيت كرة إلى أعلى بسرعة ابتدائية 15 متر لكل ثانية من سطح برج ارتفاعه 140 متر عن سطح الأرض أولا في أي زمن سوف تصل الكرة إلى أقصى ارتفاع ثانيا في أي زمن سوف تصل الكرة إلى الأرض علما بأن تسارع الجاذبية الأرضية يساوي تقريبا 10 متر لكل ثانية تربيع. السؤال الثاني نقطة مادية تتحرك في خط مستقيم بحيث أن سرعتها بعد نون ثانية تعطى بالعلاقة عين يساوي 2 نون فيها قوة نون على نون زائد واحد تربيع أجد المسافة المقطوعة بعد ثانية واحدة من بدء الحركة علما بأن النقطة المادية كانت عند نقطة الأصل في بداية الحركة وفي نهاية هذا الموقف التعليمي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في لقاءات أخرى ودمتم بألف خير